شاركت مملكة البحرين برئاسة السيد عبد الله بن فيصل بن جبر الدوسري سفير مملكة البحرين في بروكسل وممثلها لدى منظمة حظر الأسلحة الكيميائية في اجتماع المراجعة الخامس لمنظمة حظر الأسلحة الكيميائية والمنعقد في مدينة لاهاي بهولندا. وخلال الاجتماع أشاد وفد مملكة البحرين بالتعاون المستمر والبناء بين المملكة ومنظمة حظر الأسلحة الكيميائية، واستعرض وفد البحرين جهود المملكة في تطبيق اتفاقية الأسلحة الكيميائية عبر إنشاء لجنتها الوطنية في عام 2011. كما تطرق الوفد إلى إصدار المملكة لقانون حظر استحداث وإنتاج وتخزين الأسلحة البكتريولوجية والتكسينية وتدمير تلك الأسلحة، حرصا منها على استكمال التشريعات التي تحظر أسلحة الدمار الشامل بجميع أنواعها. وأكد وفد مملكة البحرين على أهمية جعل منطقة الشرق الأوسط منطقة خالية من أسلحة الدمار الشامل، وأهمية تعزيز التعاون الدولي في مجالات استخدام المواد الكيميائية للأغراض السلمية والنافعة للإنسانية.